As a prosecutor, كمدعي عام قامت كاميلا بالقبض على مهربي المخدرات والمجرمين وألقتهم وراء السجون، ولكن في المقابل دونالد ترامب نام أثناء محاكمته، وعندما صحى من النوم قام بعمل التاريخ خاص به. هو أول شخص يتقدم ليكون رئيس لدولة وهو متهم في 34 تهمة. كنائب للرئيس، فإن كاميلا قامت بالسيطرة على الموقف. ولكن نحن نعلم أن كاميلا كنائب رئيس جلست في مكانها وقامت بتبجيل القيم الأمريكية. نحن نعلم أن كاميلا لن تقلل من احترام القوات المسلحة وكبار المحاربين. نحن نعلم أنها تبجل من استلموا الميداليات البطولة عن مشاركتهم في الحروب. لن تقوم بإرسال خطابات غرامية للدكتاتوريين، الزعماء الدكتاتوريين، وستدافع عن النظام الديمقراطي الخاص بنا، وستدافع عن أمريكا ضد أعدائها الخارجيين والمحليين أيضاً.